تجولنا مع الشاب حسين العبدلي داخل أودية شجرة الأراك، أو كما تسمى شجرة السواك، والتي تنتشر بشكل كثيف في سهول تهامة بمنطقة الباحة، ليطلعنا على كيفية استخراج سواك الأراك الذي يعد إحدى السنن النبوية الشريفة، حيث يتم استخراج السواك من شجرة الأراك بالبحث عن جذور الأشجار، وذلك بالحفر بمحاذاة الجذع الرئيسي حتى الوصول إلى الجذور الصالحة، ثم تقطيعها وتنظيفها وقصها إلى أجزاء وبيعها في الأسواق. والمساويك هذه والله شغلتها طيبة من عاد أبا وجدا، وهذه المساويك بعض الأحيان والله نحصل فيها شيء، وبعضها تعيبة ما نحصل فيها إلا بعد الياس. هذه لما أخذها طال عمرك وتسلها وقطعها وضبطها وتصير مليحة، وروح أدور رزق الله فيها عند المساجد أو في الأسواق، والحمد لله دخلها طيب بإذن الله. ويجد أصحاب هذه المهنة العناء والمشقة عند استخراج السواك بالبحث الدائم والحفر بمساحات كبيرة، فالسواك الذي يستخرج من أودية تهامة يتسم بشدة حرارته، كما يتمتع بفوائد كبيرة لصحة الفم والأسنان. سعيد المزهر، الإخبارية،